يا الله. الله يجيرنا يا رب. الله يجيرنا يا رب. يا رب نلطف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما آخر المستجدات في البيان أو هو البيان الذي أصدرته القوات المسلحة الأردنية قبل قليل، ودعني في البداية أشير إلى أن هذه آخر نقطة استطعنا الوصول إليها في مدينة الزرقاء شرقية البلاد بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة من خلفي. هنالك حواجز أمنية كانت تواجهنا على طول الطريق ونحن قادمون من عمان. هذه آخر نقطة استطعنا الوصول إليها. نستطيع القول بأن الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الموقع الانفجار كلها مغلقة بالكامل، وأستطيع القول بأن القوات المسلحة الأردنية تمكنت خلال الدقائق الأخيرة من إطفاء النيران التي سببتها الانفجارات. القوات المسلحة قالت في بيانها بأن هذه الانفجارات ناتجة أو وقعت داخل مستودع للقنابل الهاون غير المستخدمة للقوات المسلحة، وقالت بأنها تعمل على تفكيك هذا الانفجار، وقالت أيضا بأنها يعني فتحت تحقيقا على الفور للوقوف على ملابسات الحادث، ودعت إلى يعني عدم تكرار أخبار غير دقيقة، وذلك في إشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفة الرأي الحكومية والذي أربك في الحقيقة المشهد عندما أشار إلى وقوع وفيات وإصابات موقع الصحيفة عاد وسحب هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام جديدة من وسائل الإعلام الأجنبية. ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العبايلة قال بأن الحادث على الأرجح ناتج عن تماس كهربائي وقع وأن التحقيق لا زال جاريا. إذن هذا ما يخص الانفجار في ذلك الموقع. وعندما نتحدث عن مدينة الزرقاء نتحدث عن مدينة الجيش، هنالك العديد من الوحدات العسكرية الثكنات والمواقع العسكرية المنتشرة في مدينة الزرقاء، لكننا نتحدث عن مناطق خارج المواقع أو الأماكن السكنية غير مأهولة بالسكان، وتحديدا المكان الذي وقع فيه الانفجار، ونتحدث عن منطقة الغباوي. هذه المنطقة غير مأهولة بالسكان، يستخدمها الجيش الأردني لغايات يعني إنشاء المعسكرات وأماكن التدريب للقوات المسلحة. لكن المهم في بيان القوات المسلحة، في بيان الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة، بأنه لم تسجل أي إصابات ولا يوجد أي خسائر تذكر. وطبعا كان يعني الحكومة والقوات المسلحة انتظرت لبرها قبل أن تصدر هذه البيانات، وكنا نستقي الأخبار من شهود العيان من السكان المحليين في الزرقاء الذين كانوا يرصدون بكاميرات هواتفهم هذا الانفجار. بعض مقاطع المصورة أظهرت يعني كبر أو ضخامة الانفجار من خلال النيران التي كانت يعني تظهر في هذه الكاميرات الصغيرة. وما زلنا نقول بأن القوات المسلحة كما قالت في بيانها الأولي فتحت تحقيقا، وننتظر تفاصيله أولا بأول. شكرا لك تامر الصمادي، كنت معنا من محافظة الزرقاء. لا هون هاي الجنة وجنب الدور فقعت هاي الزرقاء.
جيرنا يا رب. لا حول الله يا رب. يا الله. الله يجيرنا يا رب. الله يجيرنا يا رب. يا رب نلطف. الله يجيرنا يا رب. لا حول الله يا رب. يا الله. الله يجيرنا يا رب. الله يجيرنا يا رب. يا رب نلطف. انفجار يا زلمة هاب. والله انفجار. معقول؟ لا لا بعمان. عمان هيك لا. مش عمان لا. بالزرقاء معقول هاب؟ إذا بالزرقاء مصفاة بترول.